ثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب فضاء الرياضيات. الدرس عندنا هو الدرس الرابع، الضرب في عدد مكون من رقم واحد، الأعداد من 0 إلى 999، صفحة 20 و 21. إذن الدرس الرابع la multiplication par un nombre d'un chiffre nombre de 0 à 999. أهداف التعلم أننا أتعرف وأوظف التقنية الاعتيادية للضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999 وأجد أعداد ناقصة في عملية الضرب منجزة. إذن سنتعلم في هذه الحصة تقنية الضرب الاعتيادية. الحصة الثانية، هذه الحصة الثانية أكتشف وأتمرن. عندي أكتشف وأتمرن. التمرين الأول ينجز الأطفال أنشطة لعبة في ثلاث مجموعات من 12 فردا. أحسب العدد الإجمالي للطفلات والأطفال. إذن الأطفال ينجزون واحد أنشطة في لعبة ثلاثة مجموعات، كل مجموعة فيها 12 فردا. هذه المجموعة الأولى فيها 12 فردا طفل، المجموعة الثانية فيها أيضا 12 طفلا، المجموعة الثالثة 12 طفلا. إذن كم ثلاث مجموعات، كل مجموعة فيها 12 طفل. إذن نقوم بعملية الضرب 12 في 3، أضرب 12 في 3، هذه هي العملية 12 في 3. أضرب أولا الوحدات، أنت اثنان وحدات عندي في المجموعة، اثنان وحدات، الوحدات اثنان، ثلاث مجموعات فيها وحدتين، في كل مجموعة وحدتين. إذن كم من مرة؟ ثلاث مرات، ثلاثة في اثنان 6. ثم أضرب العشرات، العشرات في المجموعة الأولى فيها 10، المجموعة الثانية 10، المجموعة الثالثة 10. إذن ثلاثة في 10، ثلاثة في 10 30. إذن 10 تتكرر ثلاث مرات. ثم أجمع الوحدات والعشرات 30 زائد 6 36. وهذه هي العملية التي نقوم بها 12 في 3. إذن نضرب أولا الوحدات 3 في 2 6، ثم نضرب العشرات أي 3 في 1 3 وأكتب 3. إذن العدد هو 36. التمرين الثاني pour multiplier 24 × 3 لضرب 3 24 في 3. إذن نضرب 24 في 3، لاحظ أنني أضرب 3 في 4 تساوي 12. إذن نكتب اثنان فقط وعشرة واحدة، اثنان فقط. إذن 12 هي هذه 12 أي 10 ووحدتين. إذن نقوم بتحويل هذه 12، je transforme 12 unités en 2 unités إلى وحدتين. إذن أحول 12 إلى وحدتين. Et une dizaine. لاحظ. J'écris 2. Je retiens 1.
إذن أكتب فقط اثنان وأحتفظ بواحد لأنني قمت بالتحويل. إذن قمت بالتحويل، ثم نضرب ثلاثة في اثنان، ثلاثة في اثنان، اثنان عشرات تساوي ستة عشرات، ستة عشرات، ونضيف إليها ستة عشرات زائد واحد عشرة واحدة هي سبعة. إذن ثلاثة مضروبة في اثنان ستة، زائد واحد، واحد الاحتفاظ، هي سبعة، نكتب سبعة. إذن العدد هو 72، أي سبع عشرات واثنان وحدات، 72. يمكن استعمال النماذج لأستعين بها لضرب عدد من رقم واحد في عدد أكبر وأحسب 257، 357 مضروبة في 2. لدي مجموعتان من 357. لاحظ 357 مضروبة في 2. أضرب الوحدات 2 في 7 تساوي 14. لاحظ عندي 7 وحدات وعندي 7 وحدات، أي إذن مرتين أضرب 2 في 7 تساوي 14. هنا 14 وحدة تساوي 10 واحدة وأربع وحدات. إذن أكتب فقط أربعة، أربعة وحدات، أربعة وحدات. إذن لاحظ 14، هنا قلنا أكتب فقط أربعة وحدات، ثم أضرب العشرات، العشرات 2 مضروبة في 5 10، لاحظ 5 عشرات في هذه المجموعة، المجموعة الثانية 5 عشرات، إذن هي 2 في 5 تساوي 10، 10 عشرات زائد 1 عشرة، لأن هاد 1 عشرة هي اللي خديناها هنايا، زائد 1 عشرة اللي احتفظنا بها تساوي 11 عشرة. إذن نكتب فقط 1، هاد 10 هي هادي 10 التي احتفظت بها، أكتب فقط 1. لاحظ، إذن ونحتفظ أيضا بواحد، ثم أضرب المئات، هذه المرة المئات، المئات، لاحظ المئات عندي 300 وهنا 300 هي 6، إذن 3 2 مضروبة في 3 تساوي 6 زائد 1، هذه 1 100، 101، لأن هنا ولات عندي 10 واحدة وهنا زدت 5 10 وعشرات حولتها إلى 100، إلى 100 أصبحت عندي 6 زائد 1 7، 700 هي هذه 700. إذن نعيد 2 في 7 14، أكتب 4 وأحتفظ بواحد، 2 في 5 10 وواحد 11، أكتب 1 وأحتفظ بواحد، 2 مضروبة في 3 6 زائد 1 تساوي 7. التمرين الرابع، j'utilise une partie pour estimer le tout. بمعنى استعمل جزءا لأقدر الكل.
Je compte le nombre de moutons dans la petite image. إذن أعد عدد الخرفان في صورة صغيرة، هي صورة صغيرة. وأقدر et j'estime le nombre de moutons dans la grande image. وأقدر عدد الخرفان في الصورة الكبيرة، هي الصورة الكبيرة. إذن صورة صغيرة نحسب عدد الخرفان فيها 10، هم 10 خرفان. إذا هذه هي الصورة الصغيرة فيها 10 خرفان. الآن أقدر عدد الخرفان في الصورة الكبيرة. Mon estimation du nombre de moutons est، أي أقدر عدد الخرفان في الصورة الكبيرة، هو 100. Je vérifie et je compte le nombre des ensembles de 10, puis ce qui reste est. Et j'écris. إذن أتحقق، أحسب بتجزي المجموعة إلى مجموعات من 10 خرفان، وأعد عدد المجموعات من 10 وما تبقى وأكتب. غنجزها إلى 10. لاحظ مثلا هذه 10 مجموعة فيها 10، مجموعة أخرى 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 10، مجموعة أخرى فيها 10، مجموعة أخرى فيها 10، مجموعة أخرى فيها 10، والأخير مجموعة والأخيرة فيها 10 أيضا. إذا كم عدد الغرف المجموعات؟ لاحظ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 مجموعات، في كل مجموعة 10. إذا العدد هو 100. 10 في 10 100. جيكري 100. 100. هذه إذا الصفحة، إذا نهاية الصفحة 21، وشكرا.